رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، الإصحاح الثاني. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان، وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرزوا به بين الأمم، ولكن بالإنفراد على المعتبرين لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الإنجيل. وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه إنسان، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس إذ رأوا إني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. فإذ علم بالنعمة المعطى لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابة يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان، غير أن نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة، لأنه كان ملوما، لأنه قبلا أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع، إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. أمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. قديس بولس في الإصحاح الثاني ده بيناقش مشكلة التهود. زي ما كلنا عارفين العالم في وقت السيد المسيح كان ينقسم إلى يهود وإلى أمم، والأمم هم كل الشعوب غير اليهود، وكان الأمم محتقرين، والأمم ممكن نقول عليهم الوثنيين. لكن هنا بيأكد قدامنا في عدد 6 أن الله لا يأخذ بالوجوه، ودي نقطة مهمة جدا، الله لا يأخذ بوجه إنسان، بنحطها قدامنا. وبيتكلم دلوقتي بولس الرسول والرسل وبالذات بطرس الرسول، وإزاي إنهم يقبلوا خدمة بولس وياهم، لكن كان بولس لأهل الأمم وكان بطرس لأهل الختان. وابتدى يتكلم على فكرة أعمال الناموس، البر مش بأعمال الناموس، الأعمال الحرفية أو الأعمال الناموسية، لكن البر بالإيمان بالمسيح يسوع. ويأكد كده إن هذا الإيمان إيمان بيسوع المسيح، زي عدد 16 يقول إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بعمل الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، أمنا نحن أيضا بيسوع المسيح.
لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. بس أعمال الناموس هنا تختلف عن أعمال الجهاد الروحي. فصحيح إحنا نلنا الإيمان وخدنا عطية الإيمان وبنعيش بالإيمان، ولكن نعبر عن هذه الحياة من خلال أعمال الجهاد الروحي والممارسات الروحية، ممارسات الأسرار والتدريبات الروحية اللي بنعيشها، اللي هي بتبين وبتعلن وبتكشف مدى محبتنا لربنا يسوع المسيح. أحبك تقف وياي عند الآية رقم 20، والآية دي مشهورة وكلنا حافظينها: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. والآية ده هي اللي بنجاهد فيها طول فترة الصوم المقدس لغاية ما بنوصل إلى يوم الجمعة الكبيرة. بعد جهاد الصوم الطويل ده في 55 يوم، تقدر تقف كده ويا المسيح وتقول: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وتكون الآية ده هي حياتك، هي جهادك، هي فكرك ومشاعرك اليومية، مش اليومية وبس، ده كل ساعة وكل لحظة: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ربنا معكم. We'll be right back.